واحد بيقول هل تعتقد قداستكم في الحظ وهل له دور كبير في حياة الإنسان، أم إن الإنسان هو الذي يصنع حظه إن كان خيرا أو شرا؟ الحظ يعني النصيب. طبعا في ناس بتجيلهم نعمة من ربنا وبيوفق حياتهم، فالناس بدل ما يسموها نعمة ربنا وتوفيق منه بيسموه الحظ. ولكن مع ذلك الإنسان القوي بيقدر يدبر حياته، ما يكونش العوبة في يد الحظ، إنما الحظ يبقى صنعت يديه.